ازاي بيتم اختيار اللاعبين وازاي كمان بيتم تصفيتهم والمعايير تحديدا اللي بيتم اختيار اللاعبين اللي هيشاركوا فيها في البطولات واللي هيمثلوا اسم مصر في بطولات مهمه زي اللي بنتكلم عنها، وهل بيتم الاعلان عنهم في منصات رسميه؟ احنا فندم بنعمل بطولات جمهوريه، بطولات الجمهوريه دي بيتم اختيار الاوائل على مستوى على مستوى الجمهوريه، الاول والثاني والثالث بندخلهم في تجارب رسميه بيتم عليها الاشراف عليها من قبل الاتحاد او مجلس اداره الاتحاد واللجنه العليا للحكام لكل المنتخبات سواء 17 20 23 والكبار. تمام. دول المنتخبات الرسميه الموجوده عليها اللي بيشاركوا في بطولات دوليه. بيتم اختيار الاول من ما بينهم، الاول والثاني والثالث جمهوريه بيلعبوا بيرجعوا يلعبوا مع بعض مره ثانيه. وفي لجنه فنيه بتبقى موجوده بيتم اختيار اللاعب بناء على مباراه تحكيميه بتتحكم، وفي لجان معايير بقى تانية اللي حضرتك بتتكلم عليها، معايير فنيه يعني ممكن لاعب يكسب بفرق نقطه او اتنين لكن ماخدوش اخد التاني بتاعه ليه بقى؟ ممكن في، ما انا بقول لحضرتك اللجنه يكون الفنيه في نظره نظره يقول لك مثلا ايه اللاعب، سوري يعني بيقول لك اللاعب ده قلب عصفوره يعني قلبه خفيف وقت المباريات الدوليه الرسميه بره مش هيكمل، وفعلا عندي حد بالشكل ده بالفعل، انا مش عايز انا عن اسمه لكن عندي حد بالفعل مره واثنين جربناه مره واثنين وثلاثه ولقيناه برغم ان هو يعني من اللعيبه الاقوياء الا انه بيجي بره ويبدا قلبه يخف بيبقى خايف من عنده المباريات رغبه المشاركه بالظبط يا فندم، في البطولات مش الكبيره بقى. مقاتل بمعنى صح، مش مقاتل. طيب.